السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير فينما كنتوا في هذا العالم. سعيدة مرة أخرى بلقياكم وبلقائكم في درس جديد وفيديو جديد غنتعلموا من خلاله كيف نتحدث باللغة الفرنسية. فقط الملاحظة بسيطة جدا هو أننا في تعلمنا لأي لغة فنحن أول شيء خصنا نتعلموا الكلمات، نتعلموا جمل، ثم هذه الجمل غادي تساعدنا أننا فيما بعد نتحاوروا بهم في حياتنا اليومية. لاحظوا معي أنني كنمشي معكم من خلال مجالات، كل فيديو كنتعلموا فيه مجموعة من الجمل، مجموعة من الكلمات اللي غنحاولوا نوظفوها واللي كتكون عندها علاقة بمجال ما. اليوم مجال جد مهم لأنه كيتعتبر شيء اللي كنقوم به يوميا في حياتنا. اليوم غنتحدثوا على الطبخ. اول شيء غنتحدثوا عليه، دونك انا اليوم الدرس باش نوضح لكم الخطه اولا لو بلان، غيكون عندنا شقين. الشق الاول غنتحدثوا على انواع الطهي باللغه الفرنسيه اللي هذا هو المهم. ثاني شق غيكون عندنا غنتعلموا مجموعه من الافعال جد مهمه اللي كتساعدنا اننا نتحدثوا على الامور اللي كنقوموا بها في المطبخ. ما يمكنش نتحدث على المطبخ بمجمله لان كاين مجموعه من الاشياء، كاين الاواني المطبخيه الى اخره. اذا غادي فقط غنركز فقط على لي مود دو كويسون، يعني انواع الطهي، وكذلك الافعال لي فيرب كي بيرميتو دو بارلي des actions que l'on fait dans la cuisine. Alors, nous allons commencer par les modes de cuisson. Donc, les modes de cuisson. Alors, les modes de cuisson. Donc, faire frire à la poêle. Faire frire. Alors, faire frire, ماذا يعني ذلك؟ يعني قلي. alors par exemple faire frire les poissons, faire frire les pommes de terre, d'accord. donc faire frire à la poêle, à la poêle, المقلات à la poêle. ولاحظوا معي كتكتب هكذا ولكن كتنطق poêle, poêle, d'accord, à la poêle. alors faire frire à la poêle. عندنا كذلك faire cuire à l'eau, faire cuire à l'eau. يعني طبخ في الماء، يعني سلق في الماء. faire cuire par exemple les légumes à l'eau, faire cuire les carottes à l'eau, etc. d'accord. faire cuire les œufs à l'eau, etc. d'accord. donc لدينا كذلك faire cuire، يعني كوير هي الطبخ، طهي، عفوا طهي. دونك faire cuire au four، كاين بعض المأكولات اللي كنطبخوها في الفرن. alors faire cuire، faire cuire، faire cuire au four، au four. غادي شنو غيبقى لينا؟ غيبقى لينا اننا غنصرفو لو فيرب فير، داكوغ؟ غادي نصرفو، اون فا كونجوغي لو فيرب فير. دونك جو في فرير، tu fais frire، نو il fait frire، نو faisons، نو feu، سا سيكري في مي سا سو برونونس feu. نو faisons frire، vous faites frire، ils font frire، سي بون؟ دونك سينون لو فيرب هادا غيبقى دائما à l'infinitif ما غيتصرفش، d'accord. donc faire cuire au four، يعني اطبخ ولا اطهو الاكل في الفرن. faire rôtir، faire rôtir. alors rôtir هي تحمير، d'accord. faire rôtir le poulet par exemple، الدجاج. nous avons faire cuire à la vapeur، يعني تبخار. la vapeur بالبخار، يعني طهي بالبخار. faire cuire à la vapeur. nous avons faire griller، chiwe، faire griller par exemple les brochettes، faire griller. كذلك شنو عندنا باش من alors عندنا كذلك faire bouillir، c'est presque la même chose، faire cuire à l'eau، faire bouillir، faire bouillir، bouillir les légumes، d'accord.
Donc faire frire, faire cuire à l'eau, faire cuire au four, faire rôtir, faire cuire à la vapeur et faire griller. Donc je pense que ce sont les modes de cuisson. Si vous avez d'autres modes de cuisson en tête, vous pouvez bien évidemment les partager avec nous. Alors, سؤال خصكم تطرحوه قبل ما نمروا للجزء الثاني من الدرس لان الدرس صغير ولكن فيه من المعلومات جيدة ومهمة هو أنني علاش درت فير 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 علاش ما استعملناش فخير كوير أو فور روتير كوير إتسيتيرا غريي إتسيتيرا لماذا؟ لأننا فاش مثلا كنقلي ماشي أنا اللي كنقلي سي فغي أنا اللي كنقلي ولكن القلي كيتم عن طريق الزيت والنار داكوغ دونك هنا شنو عندنا؟ انا لست انا الذي اقلي لان انا ماشي هو الزيت وانا ماشي هو النار وماشي انا مثلا هنا فيغ كوير الو الو خصنا الماء وخصنا النار باش يكون عندنا عمليه طهي ولكن انا اللي كنساهم في هذيك العمليه دونك سي سا سي فوالا بوكو اون امبلوي لو فيرب فير دونك فيغ فخير لانني انا ماشي انا اللي كيقلي ولكن انا جو في فخير داكوغ ماشي انا اللي كنطبخ هذيك الماكولات ولكن انا اساهم في طبخ هذاك الاكل هذا لهذا في اللغه الفرنسيه كنستعملوا هذا الفعل المساعد فير فير فخير فير كوير ايتترا سي بون عندنا كذلك فير اي سا سي تري امبورطون مثلا ما كيكون عندنا غير كنقول حنا سونتي لي ليغوم ايتترا دونك كنقولوا فير روفينير باغ اكزومبل على لا بوال فير روفينير لي زونيون مثلا البصل كنشحروه دونك هذيك العمليه تاع الشحار ديال البصل كنسموها فير روفينير فير روفينير ا لا بوال فير روفينير ا لا بوال فير روفينير كوا il faut ajouter toujours un aliment ici donc faire revenir les oignons à la poêle basal à la poêle voilà voilà, كاين عندنا كذلك ممكن نستعملو faire revenir à la poêle, faire revenir les oignons à la poêle, par exemple, à feu doux, ou alors à petit feu. يعني ما كيكون النار هادئة كنقول مثلا خص تكون النار هادئة دونك هي petit feu, où est-ce que je vais mettre ça? Alors, nous avons petit feu, يعني نار هادئة ممكن كذلك نستعملو feu doux d'accord à feu doux ou alors à petit feu ولكن par exemple كيكون عندنا faire frire alors faire frire les poissons à feu vif le contraire يعني نار مجهدة alors à feu vif vif le contraire de petit feu donc nar hadi a nar nar mjehda nar mjehda voilà donc hado huma les modes de cuisson li عندنا في المطبخ الان غنمروا لمجموعه من الافعال اللي كتساعدنا ولا اللي كنستعملوها باش نطبخوا voilà alors nous avons aussi un autre verbe très important quand on fait la cuisine c'est le verbe assaisonner assaisonner yani tetbil alors vous dites par exemple ce plat est fade il faut l'assaisonner ce plat est fade yani basl hna kif kanqolu yani ma andouch wahed dawq ma andouch wahed madaq afwan jayid donc vous dites il faut l'assaisonner yani sina mathalan anana ndifou lih tawabil yani yajib idafat tawabil assaisonner un plat assaisonner assaisonner ça s'écrit comme ça un plat c'est-à-dire lui ajouter des assaisonnements d'accord yani tawabil un plat بالنسبه للمذاقات غنتحدث على هذا الموضوع تاع المذاقات كيف ممكن تحدثوا ولا نعطوا راينا في واحد الاكله كليناها هذه خصها فيديو اخر غيكون قصير ولكن باش من اليوم ما نتعرفوش على عدد كبير من الكلمات ومن العبارات دونك كل فيديو نكون نخصو فيه واحد نتعلمو فيه وعندنا هدف نتعلمو فيه واحد الجزء من الكل فوالا حتى ان شاء الله نوصلوا الى الكل الوغ اسيزوني ان بلا الوغ ابري قلت لكم نتحدثوا على لي ديفيرون تيب دو ديكوب يعني تقطيع خصوصا بالنسبه للخضر الوغ عندنا سكو لون ابل كوبي ان باتوني كوبي دونك جو في ميتر كوبي ان دونك باتوني
باتوني يعني على شكل طولي. داكوغ باتوني شكل طولي. داكوغ دونك عندنا باتوني شكل طولي. Nous avons en julienne, donc on خلي هنا en bâtonnet en julienne. معروفة بزاف julienne. حتى هي طولي كتقطع الخضر على شكل طولي ولكن ارق ارق من لي باتوني. داكوغ دونك لي باتوني هما كيكونوا شويه عراض على تقطيع خضر اون جوليان. اون جوليان يعني شرائح طوليه ولكن رقيقه جدا. سي بون. عندنا كذلك كوبي باغ اكزومبل ليغوم اون ميغبوا. الوغ اون ميغبوا ماذا يعني ذلك؟ يعني على شكل مكعبات وكي مكعبات كبيره وكنستعملوهم بشكل كبير. ما كنبغيو نصاحبو هذاك الخضر نصاحبو مثلا واحد الطبق ديال اللحم او طبق ديال الدجاج. دونك اون كوب لي ليغوم اون ميغبوا يعني مكعبات كبيره شيئا ما. داكوغ. الوغ نو سافون ابخي ميغبوا كوبي لي ليغوم اون ماسيدوان. اون ماسيدوان ماسيدوان هادشي راه كيعرفوه اكثر الناس ديال لي شيف كويزينيي. داكوغ. دونك ماسيدوان يعني مكعبات ولكن مكعبات اصغر. وهنا الا كنا كنستعملو هادو لي اطباق لي نصاحبو بها هاد الخضر لي كنصاحبو بها اطباق اللحم او الدجاج. اون ماسيدوان غالبا كنستعملوها في لي سالاد. دونك عندي واحد لا سالاد واحد سلطة ديال الارز وبغيت نضيف ليها كذلك مثلا الخضر قطع تاع الخضر فكنقطع مكعبات اصغر. دونك مكعبات دائما مكعبات ولكن اصغر من اون ميغبوا. سي بون. عندنا اون برونواز. اون برونواز الوغ هنا مكعبات اونكوغ اون فوا مي سي بوكو بلو بوتي. وهنا راه الناس ديال الطبخ راه كيحسبوهم بالمليمتر بالمليمتر عفوا مليمتر. الوغ اون مليمتر دونك هنا سي اكبر هنا اصغر هنا اصغر. وهنا اون برونواز غالبا فكنبغيو نصاوبو الحشوات بالخضر فهنا كنقطعو الخضر مكعبات جد 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 صغيره جدا. سي بون. دونك كتكون فريمون صغيره بزاف. الوغ هنا بالنسبه للحشوات هنا بالنسبه للسلطات هنا اللي كتكون مصاحبه لاطباق اللحم او الدجاج. اي على فان اون بو افوار اوسي لا ديرنيير ديكو سي ديكوب سي كوبي اون اون بيزان. اون بيزان هنا كيكون عندنا اما مربعات ما قلتش مكعبات. مكعب راه كيكون شيئا ما عنده طول وعنده عرض. بالنسبه للمربع يعني كيكون في العرض ديالو رقيق داكوغ ولكن عنده شكل ديال مربع. سي بون. دونك سي سا سوا كيكون عندنا مربع ماشي مكعب. داكوغ. و الوغ كيكون عندنا مثلثات كنقطعو الخضر على شكل مثلثات. سي بون. دونك سوا مربع سوا مثلث سابيل اون بيزان. فوالا. دونك هادو هما انواع ديال لي ديكوب ديال لي ليغوم. دونك كوبي اون باتوني كوبي اون جوليان اون ميغبوا اون ماسيدوان اون برونواز اون بيزان. الوغ بالنسبه للنساء اللي كيقوموا بالطبخ في المنازل ديالهم كنظن ما كيستعملوش بحال هاد الكلمات ولكن الناس اللي كيعملوا في ميدان الطبخ يعني اختصاص ديالهم هو الطبخ والعمل ديالهم هو الطبخ فهم محتاجين هاد المسميات هاد التسميات هادو انهم يعرفوهم. فوالا ممكن هذا هو درس اليوم. نتمنى انكم استفدتوا منه وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا فيديوهات اخرى غنتعلموا من خلالها عبارات اخرى جد مهمه في عالم ديال الاكل وديال الطبخ. هنا فقط الطبخ من بعد غنشوفوا الاكل يعني كيفاش نتحدثوا على انسان كيعرف مثلا يطبخ مزيان كيفاش نتحدثوا على انواع المذاقات يعني تذوقت واحد الاكله بغيت نقول انها مثلا حلوه او لا مره او لا ناقصه ملح الى اخره كيف ممكن ان اقول ذلك باللغه الفرنسيه. هادشي كامل غتشوفوه معايا في درس قادم باذن الله. شكرا لكم والى اللقاء.